تطورات في علاقة قمرطاء وسلاوي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قامت قمرطاء بنشر مقطع فيديو على صفحتها بالإنستغرام، علقت عليه بأنه كان أسعد أيام حياتها، وكان هذا المقطع لحظة تواجدها مع الفنان السلاوي في مدينة الملاهي بتركيا. أيضا هناك تطورات في علاقتهم، حيث عاد كل من قمرطاء والسلاوي لمتابعة فانزاتهم المشتركين ومشاهدة كل ستورياتهم، مما يدل على أنه تم الصلح بينهما والأمور تحسنت. وأيضا أصدقاء السلاوي يشاهدون التصاميم التي تجمع مع السلاوي وقمرطاء. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand.